فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب، إلى صحيح البخاري، إلى صحيح البخاري كتاب البيوع، إلى صحيح البخاري كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. شوف، انظر هنا، هذا كله قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثنا علي بن عياش من الثقات الأزبات، قال حدثنا أبو غسان محمد بن المطرف ومن الثقات الأزبات، قال حدثني محمد بن الكدر ومن خيرة المحدثين، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ورضاه من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. سمحا، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وهذا حديث من أفراد البخاري، هذا حديث من أفراد البخاري. وللترمذي: غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى، وفي رواية إذا أقضى. وأشار البخاري إلى رواية أخرى فيها: خذ حقك في عفاف، وافيا أو غير وافي. فيكون المرء قد ألف بين القلوب، وقد أحسن ورفق، ويكون قد ألان فكسب ربح ولم يخسر. وفي هنا الحض على حسن الخلق عند المطالبة للحق، وحسن الخلق عند أخذ الحق، وحسن الخلق إن كان هناك قضاء من أجل نزع فتيل فساد ذات البين، النزاع والإحن ووغر الصدور. قال: فساد ذات البين الحرقة، والسهولة في التعامل والرفق، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى رفق ما لا يعطي على غيره. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان رفق شان إلا زانة، وما نزع شان إلا شانة. فتكون السهولة في العطاء وفي الأخذ والإحسان للغير بهذه السهولة تؤلف بين القلوب، وحتى جاحد الحق يستحي فيعطي، وتجعل المودة بين الجميع، وتجعل المودة بين الجميع. ولذلك أنت تنظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل من بني إسرائيل، يعني قيل له بعدما وردت سجلات المعاصي والسيئات: أفعلت خيرا قط؟ قال: ما فعلت خيرا قط. فراجعوه أكثر مرة حتى قال: ما فعلت خيرا قط غير أني كنت أبعث العمال. يعني من كان مستغنيا عنده الغنى ويسر عليه، ومن كان معسرا أسقطت عنه، تجاوزت عنه. قال الله: نحن أحق بذلك منك، أدخل الجنة، نحن أحق بذلك. فلذلك قال: أدخل، أحق منك بذلك، أدخل الجنة. فالأمر بحسن المطالبة وحسن القضاء أو الاقتضاء وحسن الأخذ، هذا من حسن الخلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي: إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم. ولذلك المساومة، وأيضا عند التملك الملائمة، لا يعني الملائمة هنا من اللؤم، ليست من الموافقة يعني. وهذا فيه خسارات. وإن أكرمت كريما ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمردها. فلذلك حث الشرع على حسن الطلب وحسن الأخذ، وحث الشرع أيضا على حسن الخلق في الإعطاء والأخذ، وحث استنهض الهمم على حتى في القضاء أو الاقتضاء على حسن القضاء وحسن الاقتضاء. وجب على المرء أن يكون كذلك حتى يفوز في الدنيا وفي الآخرة، فيفوز ويحوز ما أخذ منه بحسن الخلق وباللين وبالرفق. حتى أن العوام يقولون: وأخذ الحق صنعة، وأعظم صنعة فيها اللين والرفق والإحسان. رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا باع، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. فالسماحة رفق، والرفق عظيم إحسان. طيب، الفوائد المستنبطة: حسن الخلق يصيب به المرء الدنيا والآخرة. الله يجعل ذلك من حسناتك، ارتقي بالقرآن. ما أدري أخذت الرقم ولا ما أخذت الرقم، أو أخذت الرقم ولا ما أخذت الرقم. يعامل الله العبد بما عامل عباده. رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى.
السماحة دين ندين الله به، السماحة دين ندين الله به. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.